عندما يقرر معظمنا السفر في إجازة، فإن أول شيء نفكر فيه هو التكاليف، أسعار الفنادق، المطاعم، الطيران. إلا أن هناك مسافرين لا تمثل ميزانية السفر مشكلة بالنسبة لهم، وتتجاوز تكلفة رحلتهم المليون. من أجل هؤلاء الأثرياء التي نتمنى أن تكون أنت واحداً منهم في يوم ما، قمنا بعمل بحث عن أفخم الوجهات في العالم لتضعها في قائمة لتزورها قريباً. مدينة أوسلو، العاصمة النرويجية أوسلو، تندرج ضمن أغلى الوجهات السياحية، تعد مثالاً للطبيعة الساحرة، فهي محاطة بالجبال المكسوة بالخضرة مع شوارع رائعة الجمال، حيث تضم القصور والفنون المعمارية القيمة. يوجد بها القصر الملكي ومتنزه فروغنز ومتحف سفينة الفايكينج. بها فنادق أوسلو الفاخرة لا توجد مثلها في أي مكان آخر على الكوكب، وهي من أسباب شهرة سياحة أوسلو. سويسرا، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة في سويسرا، إلا أن هذا لم يؤثر على السياحة في سويسرا، نظراً لما تضمه من قرى بديعة ليس لها مثيل ومنتجعات سياحية مذهلة. يوجد في سويسرا مدينة جنيف التي تمتلئ بالمباني التاريخية، ويوجد بها نافورة جنيف التي تبهر السياح بطولها وجمال تصميمها، بالإضافة لنهر الرون الذي يكشف جبال الألب. لا تنسى أن تشارك هذا الفيديو مع من ستسافر لهذه الوجهات معه. بورا بورا، وجهة مناسبة لمحبي الاسترخاء والهدوء. يوجد بها أكثر الشواطئ أمناً ونظافة في العالم. تتميز سياحة بورا بورا بمياهها الزرقاء الصافية الكريستالية. يمكنك القيام برحلة سفاري والتمتع بالمناظر الطبيعية الساحرة. جزيرة بورا بورا سياحة رائعة الجمال وبعيدة جداً عن التلوث. تقع في وسط المحيط، ما يجعل السفر لها يحتاج ميزانية كبيرة، وفي الوقت نفسه فنادقها مبالغ في أسعارها، لكنها تستحق الزيارة لطبيعتها البكر النظيفة. ننتظر أن تضغط على زر الإعجاب إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك. مدينة لاس فيغاس تعد ضمن أفضل مدن الترفيه في العالم لوجود أطول عجلة ترفيهية. عند زيارتك لهذه المدينة يمكنك الاستمتاع بركوب الطائرات الهليكوبتر والاستمتاع بالمناظر الطبيعية كالجبال والصحراء، كما يمكنك الاستمتاع بعروض النافورة الراقصة. جزر البهاما، تتميز السياحة في جزر البهاما بنقاء شواطئها وجمال مياهها الفيروزية. عند ذهابك إلى جزر البهاما سياحة يمكنك زيارة مدينة ناساو، المركز التجاري لجزر البهاما التي تتميز بمناخها الاستوائي الدافئ. بإمكانك القيام بالعديد من الأنشطة، منها السياحة والغوص لوجود أشهر أماكن الغطس في العالم، كما يمكنك قضاء شهر العسل فيها، فهي من أفضل الوجهات لشهر العسل ومن أغلى الوجهات في العالم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.